متى 15. وقتها جه ليسوع كتبوا فريسيين اللي من أورشليم يقولوا ليه تلاميذك بيتعدوا على تقليد الشيوخ لأنهم ما بيغسلوش إيديهم لما بيأكلوا عيش؟ فجاوب وقال لهم وإنتوا كمان ليه بتتعدوا على وصية الله بسبب التقليد بتاعكو؟ لأن الله وصى وقال اكرم أبوك وأمك واللي يشتم أب أو أم موت يموت. وأما أنتوا فبتقولوا اللي قال لأبوه أو أمه قربان هو اللي بتكسبه مني يبقى ما يكرمش أبوه أو أمه. يبقى بقى بطلت وصية الله بسبب التقليب بتاعكو. يا منافقين، كويس اتنبأ عنك أشعية لما قال الشعب ده بيقرب ليا ببقه وبيكرمني بشفايفه وأما قلبه فبعيد عني بعيد. وعلى الفاضي بيعبدوني وهم بيعلموا تعليم هي وصايا الناس. بعدين نده الشعب وقال لهم اسمعوا وافهموا، مش اللي بيدخل البق بينجس الإنسان، لكن اللي بيخرج من البق ده بينجس الإنسان. وقتها طلع تلاميذه وقالوا له انت عارف ان الفريسيين لما سمعوا الكلام اتخذوا؟ فجاوب وقال كل غرس ما غرسوش ابويا اللي في السماء هيتقلع. سيبوهم، هم عمي بيقود عمي، ولو كان اعمى بيقود اعمى يبقى هيقعوا مع بعض في حفرة. فجاوب بطرس وقال له فسر لنا المثل ده. فقال يسوع هو انتوا كمان لحد دلوقتي مش فاهمين؟ لسه مش فاهمين ان كل اللي بيدخل البق بيروح على جوه وبيطرد لبره، واما اللي بيخرج من البق فمن القلب بيطلع وده بينجس الانسان. لان من القلب بتخرج افكار شريره، قتل، زنا، دعاره، سرقه، شهاده زور، تجديف، هي دي اللي بتنجس الانسان. واما الاكل بايدين مش مغسوله فما بينجس الانسان. بعدين خرج يسوع من هناك وراح على نواحي سور وصيدا، وهناك كان في ست كنعانية خارجة من النواحي دي صرخت له قالت ارحمني يا سيدي ابن داود، بنتي مجنونة خالص. فمردش عليها بكلمة. قام طلع تلاميذه وطلبوا منه وقالوا له مشيها لأنها عمالة تصرخ ورانا. فرد وقال ما اتبعتش غير لخرفان بيت إسرائيل اللي تايها. فجت وسجدت له وقالت يا سيد ساعدني. فجاوب وقال مش كويس ان يتاخد عيش الولاد ويترمي للكلاب. فقالت ايوه يا سيد، والكلاب كمان بتاكل من الفتافيت اللي بتقع من ترابيزة اسيادها. وقتها جاوب يسوع قال لها يا ست عظيم ايمانك، هيكون لك زي ما تعوزي. فتشافت بنتها من الساعة دي. بعدين اتنقل يسوع من هناك وجه لجنب بحر الجليل وطلع الجبل وقعد هناك. فجاله شعب كتير معاهم عرج وعمي وخرس ومشلولين وغيرهم كتير، ورموهم عند رجلين يسوع فشفاهم، لدرجة ان الناس استعجبت لما شافوا الخرس بيتكلموا والمشلولين بيبقوا سلام والعرج بيمشوا والعمي بيشوفوا وادوا المجد لإله اسرائيل. واما يسوع فنادى على تلاميذه وقال صعبان علي الشعب عشان بقالهم دلوقتي 3 ايام قاعدين معايا وما عندهمش اللي ياكلوه، ومش عايز امشيهم صايمين لحسن يقعوا في السكه. فقال له تلاميذه منين لينا في الصحراء عيش قد كده عشان يشبع شعب قد كده؟ فقال لهم يسوع عندكم قد ايه عيش؟ قالوا 7 وشويه سمك صغير. فامر الناس تقعد على الارض وخد 7 ترغفة والسمك وشكر وكسر وإدى تلاميذه والتلاميذ إدوا الشعب. فأكل الكل وشبعوا. بعدين رفعوا اللي فضل متكسر 7 سلال مليانة، واللي أكلوا كانوا 4000 راجل غير الستات والعيال. بعدين مشى الشعب وطلع السفينة وجيه لحدود مجدل.